السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي متابعي قناة الإبداع، دايما معكم أحمد علي من القناة. إن شاء الله هنبدأ نتكلم النهاردة في موضوع إن أنا هخلي النهاردة القناة بتاعتي من حساب يوزر إلى حساب الحساب الخاص بالمستخدمين، العلامات التجارية اللي هو اليوزر والبزنس. مبدئيا كده تفريعة بسيطة بين اليوزر والبزنس. اليوزر بيكون مستخدم لشخص واحد، زي ما انا كنت على الموضوع ده لحد من فترة كبيرة يعني. فكنت بكلم شركة اسمها بايتس، فكانوا عايزين يكونوا عندي مدير في القناة. طبعا القناة عندي بتحقق الدخل ومفعل عليها الاعلانات، وعندي على القناة 4358 مشترك. شوف بقى انت ساعتها لما تشوف الفيديو هيكون ان كام مشترك. القناة هي بتحقق اعلانات الاعلان يشتغل اهوت، الاعلان بيشتغل اهوت تمام، تتخطى الاعلان وكل حاجة. هبدأ النهاردة نمشي كده خطوة خطوة في ان انا اخلي القناة بتاعتي قناة تجارية، فيها يكون فيها مديرين، فيها ترخيص، صلاحيات، فيها حاجات مختلفة، بتكون برضو أقوى في حقوق الطبع والنشر، بتأذي جامد لو حد خد فيديو من عندي من على القناة ويحاول ينسبه إلي تمام. وظيف مديرين وكده. زمان كان الموضوع اليوزر، مستخدمين اليوزر، كان زمان كنت بتلاقي الحساب بتاعك ينزل على طول حساب بيزنس، دلوقتي بقى يخليه لك يوزر وبعد كده انت بتحوله. يلا بسرعة نخش في التحويل. بتلاقي الصورة المصغرة بتاعت القناة جنبها علامة ترس، تدخل على الترس. بنبدأ ندخل على الإعدادات المتقدمة، بندخل بالله هنا نقل قناتك إلى حساب العلامة التجارية، بنبدأ نضغط عليها. بتبدأ تدخل، بتأكد من الباسورد بتاعك، بيبدأ هنا بيحولك عشان تبدأ. بيقول لك حدد الحساب، ستظهر حسابات علامة تجارية التي يمكنك نقلها فقط أدنى. طبعا مش هيظهر حاجة متنشطة لأن احنا لسه ما عملناش قناة. هنبدأ نرجع على الإعدادات المتقدمة تاني. سوري، هنرجع للحساب. هنعمل إنشاء قناة جديدة. اسم العلامة التجارية اللي احنا عايزينها هنكتبها مثلا وليكن أحمد علي تي في. أو أحمد علي، هنعمل لها إنشاء. بدأ الأكاونت يعمل كريت هوت، اثبت ملكية حسابك، اثبته، وهبعت هكتب رقم الموبايل بتاعي عشان يجي لي رسالة. هوقف طبعا الفيديو عشان اكتب رقم الموبايل عبال ما يجي لي الرسالة. طبعا انا عملت الرقم، كتبت الرقم بتاعي وعملت متابعة، جالي رقم على الموبايل، جالي كود يعني. ببدأ أكتب الكود وأعمل متابعة، بيبدأ كده يفتح لي الأكاونت، القناة الجديدة هيت معانا، لقد أضفت قناة إلى حسابك تمام. هنبدأ بقى نشوف إحنا كده هي معانا القناة هيت، هنبدأ بقى القناة بتاعتي اللي فيها 4000 مشترك والقناة اللي اسمها أحمد علي اللي ما فيهاش أي حاجة. نبدأ بقى نشوف هننقل إزاي القناة تمام. هبدأ أدخل للقناة السابقة اللي كان اسمها أحمد علي اللي هي عليها كل حاجة.
هبدأ أدخل على الإعدادات، متقلقش خالص من الصورة ديت، تمام؟ هي زي مظاهر قدامنا، تمام. هبدأ بقى أدخل على، بعد ما دخلت على القناة بتاعت اللي هي اللي عليها كل الناس، هبدأ أعمل نقل حسابك إلى العلامة التجارية بعد ما دخلت من الإعدادات المتقدمة، تمام؟ تنتظر قليلا بس لحد ما يحولك إلى هذا الحساب. هوت عايز يتأكد من رقم الباسورد تاني، مفيش أي مشكلة بتدخله، بتدخل له الباسورد بتاعك. هنا أهيت القناة ظهرت، القناة الحساب العلامة التجارية ظهرت أهيت، تمام؟ القناة الحساب العلامة التجارية ظهرت، تبدأ تضغط عليها، بقول لك تم ربط أحمد علي مسبقا بقناة أخرى في يوتيوب، بقول لك صفر من المشتركين، وإذا نقلت قناتك إلى حساب العلامة التجارية أحمد علي فسيتم حذف القناة المرتبطة حاليا، هتقول له حذف القناة، وتعمل إيه؟ نقل إلى إيه؟ نقل إلى القناة، تعمل برضه نقل إلى القناة، متقلقش خالص منها، أنا بعملها قدامك أهوت، والقناة بتاعتي يعني إيه؟ مستوفية كل الشروط، فيها كل حاجة. قد يستغرق استكمال في حسابك 10 دقايق، مفيش مشكلة، موافق، خليه براحته خالص. بقولك استخدام يوتيوب باسم مين؟ ثواني كده. هنا بقى نقول له ايه؟ هنقول له ادخل بيه الحساب الجيميل بتاعي اللي هو العادي خالص، تمام؟ او انت تستخدم يوتيوب باسم احمد علي، هل تريد تبديل الحسابات؟ انقر هنا، تمام؟ نشوف بقى الدنيا تبقى معانا ماشيه ازاي. نيجي بقى كده نشوف الدنيا معانا ماشيه ازاي. بص اهي القناه اللي اتنقلت عليها، بتنقل على المشتركين اهوت، القناه اللي اتنقل هي بس عايزه بس يتغير لها الاسم، يتغير لها الصوره بس فقط لا غير، تمام؟ هي ديت الحساب كده. أصبحت الآن القناة بتاعتنا قناة بيزنس. هبدأ بقى أدخل عادي خالص، هيت إضافة مديرين وإزالتهم. الحمد لله إضافة مديرين وإزالتهم، كده القناة بدأت تكون حساب بيزنس بالفعل، والأمر سهل يا جماعة، جدا جدا، ما أنا ما واجهتش أي صعوبة وما كانش فيه أي مشكلة خالص. فأنا يعني إيه، أنا خطرت بالموضوع ده قدامكم وإحنا بنعمل الفيديو، تمام؟ اهيت مفيش اي مشكله، عادي كل الموضوع، بس حتى اهيت المهم ان جاب لي بتاعه اضافه المديرين والحسابات. كده القناه بقت قناه بيزنس، حتى لو دخلت عندي هلاقي الغلاف هو هو والمشتركين هم هم، وكل اهيت كل حاجه هي هي، ومشاهده القناه كمان، بس عندي اللي هو الايه الصوره بس اللي ايه هنغيرها دلوقتي حالا. تعديل رمز الكلام، ماشي تعديل، مش اي مشكلة خالص، هيعدل معانا عادي. وبيتم رفع الصورة دلوقتي حالا اهوت، وتقدر تغير الاسم وتقدر تغير الجيميل المربوط بالقناة، مفيش اي مشكلة خالص، الحمد لله تمت بنجاح. الكلام ده كله انا عملته ليه؟ لان كان القناه كان عليها مخالفات طبع ونشر، فكان الشركه اللي كانت عملت طبع ونشر ازلت لي مخالفتين، فهم دلوقتي ما كانوش عارفين يزيلوا بقيه المخالفات، فانا كده كان المفروض اديهم مدير في القناه، بس ما كنتش عارف ازاي اديهم مدير. وبعد كده بعد ما بحثت وعرفت قلت بقى افيد الناس واعمل لهم فيديو، وكده نكون انتهينا من الفيديو بتاعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.